السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. النهاردة هنتكلم عن وظيفة من وظائف الكلمات أو الكلمة في الجملة. هنتكلم عن كومبليمنت أوبجيه ديريكت اللي هو المفعول المباشر وبيرمز له بي سي أو ذا. في حالة المفعول المباشر لا يوجد حرف جر بين الفعل والمفعول ولا يمكن الاستغناء عن هذا المفعول. يعني المفعول المباشر يأتي ورا الفعل ولا غنى عنه، وقد يأتي قبل الفعل لو في ضمير شخصي زي ما هنشوف في الأمثلة اللي جاية دلوقتي. Le complément d'objet est introduit directement et sans préposition. يعني المفعول المباشر يدخل مباشرة ولا يكون هناك حرف جر. يعني إيه؟ يعني il suit le verbe، يعني يأتي بعد الفعل. On peut le remplacer، وممكن نستبدله ونحط إيه؟ برنو بيرسونال. Prénom personnel, يعني ضمير شخصي avant le verbe, قبل الفعل. On le trouve en posant la question, ونجد المفعول ده هو إجابة على سؤال بكوا أو ك. طيب، إيه طبيعة المفعول المباشر؟ ممكن يكون non propre، اسم علم. Je vu إبراهيم. إبراهيم هنا مفعول مباشر عشان ما فيش حرف جر ما بين الفيرب اللي هو voir، اللي بارتيسيب بس هنا vu، وإبراهيم. Je vu إبراهيم. يبقى ابراهيم هنا مفعول مباشر. ليه؟ مفيش حرف جر. ادي فاعل جو اي في ده الفيرب بس كومبوزي طبعا، وابراهيم كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول مباشر. ممكن يكون المفعول اللي عندي نو كوما، اسم عام. الا باتي لو شا، هنا لو شا مفعول مباشر نو كوما الا باتي لو شا، مفيش طبعا قبل شا مفيش حرف جر. ممكن يكون المفعول المباشر اللي موجود عندي ممكن يكون نو جروب نومينال، يعني مجموعة اسمية تتكون من اكتر من كلمة. جابيلي مون فرير، ناديت اخويا. هنا مون فرير مالو اخويا، هنا مفعول مباشر. ممكن تكون او يكون المفعول برينوم بيرسونال، جو لو في، انا شفته. هنا البرونو بيرسونال لو اللي هو بقى الابوستروف، هنا مفعول مباشر. يعني مثلا جو في مون فرير، جو في ابراهيم، جو في ها، جو في كذا، يبقى ده بيحل محل مفعول مباشر. ممكن يكون المفعول بروبوزيسيون سوبوردوني، جمله متعلقه. لا فواتير كو جاشيتي مون فيس اي تون بان، العربيه اللي انا اللي اشتريتها اي تون بان، هنا ايه عطلانة. طبعا ينشيل دي وخلاص تبقى تركيب الجملة صح. العربية اللي انا اشتريتها ايتون بان. ممكن يكون الكومبليمون دوبجي ديريكت عبارة عن فيرب على انفينيتيف، فعل في المصدر. جو في دورمير، دورمير هنا هنقول عليه كومبليمون دوبجي ديريكت. ممكن تكون بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف، في المفعول ممكن يكون مفعول او جملة متعلقة كونجونكتيف برابط، زي جو بونس كيلفو تابيلي بول. هنا كيلفو تابيلي بول دي كلها مفعول مباشر، ونقول عليها جملة صلة مفصول مفعول مباشر، لأن هنا هنا بعد الفيرب بونسي جو كو. ممكن يكون بروبوزيسيون سوبوردوني انتروجاتيف، يعني جملة صلة مفصول استفهامية. جو مي دوموند، اتساءل. سيلفو تابلي بارتير، يبقى هنا من اول سي لاخر الجمله نقول عليها كومبليمون دوبجي ديريكت بروبوزيسيون سوبوردوني انتروجاتيف، يعني جمله صله موصول استفهامي. ممكن يكون بروبوزيسيون سوبوردوني انفينيتيف، يعني جمله صله موصول مصدريه. وفي الحاله دي بلاقي عندي في الجمله فعلين، بس الفعل الاولاني عايد على الفاعل لكن الفعل الثاني عايد على المفعول. اما اقول جو ريجارد مون امي فينير، انا شايف اخويا جاي، يبقى هنا فينير ماله كوم كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول مباشر ماله بروبوزيسيون سوبوردوني انفينيتيف. المفعول الغير مباشر، طبعا المفعول الغير مباشر لا بد من وجود حرف جر بين الفعل والمفعول، بيرمز له بسي او اي، ده اختصار لكلمه كومبليمون دوبجي ديريكت اند ديريكت. الكومبليمون دوبجي
indirect est introduit indirectement et avec une préposition, يعني في حرف جر de ou a, mais la préposition, لكن حرف جر n'apparaît pas toujours, مش هيظهر si le complément d'objet indirect est un pronom personnel complément. يعني هنا لو الضمير الشخصي هنا موجود مش في الحالة ديت مش هيبقى عندي حرف الجر ظاهر. On le trouve en posant la question. يعني امتى نلاقي ان او نعرف ان ده مفعول جر مباشر؟ لو عندي السؤال اكي دو كي افيك كي وهكذا، اكوا دو كوا وهكذا. ازاي هنشوف كده طبيعة المفعول غير مباشر؟ ممكن يكون طبعا نون بروبر جو بارل ا بيير، يبقى اكي بارل تو، اكي بارل تو، يبقى السؤال كان باكي اهو زي ما قلنا من شويه اكي وهكذا. جو بارل ا بيير هنا المفعول غير مباشر عشان قبل منه حرف جر اللي هو الا. ان نو كوما ممكن يكون اسم عام زي جو بونس على الاكزامان، بفكر في الامتحان، هنا في حرف جر اهوت، فدول على ده مفعول غير مباشر. ممكن يكون جروب نومينال بريبوزيسيونيل يعني حرفيه، جي بارل دو لا جير، جو بارل دو لا جير، هنا مسبوقه بحرف جر ده. او لو جور في سويت ا لا نوي، لو جور النهار يتبع الايه؟ الليل. يبقى هنا ا برونوم بيرسونيل كومبليمون، ممكن يكون ضمير شخصي، جو لوي اكري ان لتر، يعني ممكن يكون لوي او اون او لير مثلا وهكذا، او ضمير شخصي تاني يعد عن المفعول غير مباشر زي الم هنا، الم مثلا ام اي اللي هي الم تمشي مع المباشر وغير مباشر، والت والنو والفو هكذا. مول جو لوي اكري ان لتر، يعني هنا لوي هنا كومبليمون دوبجي انديريكت. والان لو ماتش جون جوني بارلي، يبقى هنا الان عايد عن لو ماتش، امول جو بارلي دو ماتش، فشلت دو ماتش وحطيت هنا اه. ممكن نشوف بعد كده الفعل الغير مباشر في المصدر فيرب على انفينيتيف وفي حرف جر، امول بونس اكيتي سات انتربريز، يعني فكر ان انت تغادر او تسيب الشركه دي. يبقى هنا اكيتي هنا مفعول غير مباشر. خد بالك، خد بالك لا تخلط بين المفعول المباشر المسبوق بأداة تجزئة والمفعول الغير مباشر. يعني لما أقول il mange du pain، يأكل خبز، هنا دو بان، دو هنا مش حرف جر، هنا ديت بنقول عليها ارتيكل، نقول عليها نكتبها كده مع بعضنا يا شباب، نقول عليها ايه؟ نقول عليها ايه؟ نقول عليها ارتيكل، يعني بارتيتيف، يعني أداة تجزئة اللي هي بتأتي قبل المأكولات والمشروبات والأشياء المعنوية، يعني الأمور مثلا الأشياء أو الأسماء المعنوية. جو سوفر دو دو، هنا بقى لا، هنا دو دو ده غير مباشر، يعني أتألم من ظهري، يبقى هنا غير مباشر، يبقى الدو هنا مش أداة تجزئة، لا دي حرف جر، فما تخلطش ما بين الدو أو الدو لا أو دي الأبستروف أو الدي، أما تبقى أداة تجزئة وما تبقى حرف إيه؟ جر. أدوات التجزئة تأتي قبل المأكولات والمشروبات والأسماء المعنوية زي أمور، زي شانس، حظ وهكذا. أمثلة بقى أخرى عن المفعول غير مباشر. سو مارشون، هذا التاجر سانترس اسيكي ليون، اسيكي ليون هنا مفعول غير مباشر. ال سوكيب دو سا ميزون، هي مهتمه بمنزلها، الدو هنا حرف جر قبل سا ميزون، يبقى سا ميزون هنا ايه؟ مفعول غير مباشر. بنوا ساتون اريسوفوار ان كولي، يعني بنوا يعني منتظر استلام طرد، يبقى هنا اريسوفوار ان كولي ديت مفعول غير مباشر. يبقى ده المجمل بتاع المفعول كومبليمون دوبجي انديريكت. في عندي اخر حاجه في المفعول بنسموها كومبليمون دوبجي سيغون، خد بالك اسمها سيغون، سيغون هنا السي نقطه جي، خد بالك من دي. وليه مسمى اخر الكومبليمون دوبجي سيغون اللي هو كومبليمون داتريبسيون، المفعول الثاني. والمفعول الثاني ده يا شباب لازم يكون غير مباشر، لازم يكون غير مباشر،
طيب التركيبة الجملة هتبقى عاملة ازاي؟ فاعل، فعل، مفعول أول مباشر أو غير مباشر، مفعول ثاني غير مباشر، وده اللي أنا بقول لكم لازم لازم يكون غير مباشر. نشوف كده. J'empruntais mon vélo à ma sœur. يبقى هنا السوجي من je والverb emprunter و mon vélo complément d'objet direct مفعول مباشر و à ma sœur complément d'objet second مفعول تاني. طيب لاحظت ان المفعول الاولاني ممكن يجي مباشر. طب هنا في الجمله اللي تحت ديت je parle de toi à mon frère، انا بتكلم عنك لايه؟ لاخويا. شو هنا سوجي وبارل هنا فيرب ودو توا مفعول، مفعول هنصلحها مفعول غير مباشر. يبقى ده بالمفعول الثاني لازم لي امون فري، لازم باكد المفعول الثاني لازم يجي غير مباشر زي اما سير فو في الجمله اللي فوق وامون فرير في الجمله اللي تحت. نيجي نلخص الكلام ده نقول ان سيرتا فيرب ان دو كومبليمون، بعض الافعال لها مفعولين ديريكت وان ديريكت مباشر وغير مباشر. سي دو كومبليمون المفعولين دول بوف سو سويفر ممكن يجوا ورا بعض واتر بلاسي دو بار اي دوتر دو فيرب، وينفصلوا بعضهم عن بعض من خلال ايه؟ الفعل. وهنشوف يعني مثلا لو انا عندي ضمير شخصي هنشوف الكلام ده. اكزومبل جو ريكونت ان استوار انتريسون ا مون فرير، بحكي قصة شيقة. يبقى ان استوار انتريسونت برضه. هنا جو ريكونت ان استوار انتريسونت ا مون فرير، يبقى هنا فين الفعل جو؟ راكونت الفيرب ان استوار انتريسونت كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول مباشر ا مون فرير كومبليمون دوبجي سيكون. لاحظت في الأمثلة ديت إن المفعول التاني لازم يجي غير مباشر. طب هنا اون لوي، لوي طبعا بتعود على المفعول غير مباشر. اون لوي ا ديسيرني ان بري، يبقى هنا لوي مفعول غير مباشر وبري مفعول مباشر. طب لوي هنا نقول عليه مفعول تاني وامون فرير مفعول تاني. اون ا ديسيرني ان بري امون ماري، يعني تم تقليد جائزة أو إعطاء جائزة لزوجها. المفعول بري ده مفعول مباشر عادي خالص. امون ماري مفعول غير مباشر، مفعول غير مباشر ايه؟ مفعول تاني. وعشان كده بقول ايه؟ ها؟ لازم يكون غير مباشر، مفعول تاني. يعني كومبليمون دوبجي سيكون. نيجي اخر حاجه نقول الا الا رميرسيي سي كوليك دي لور زيفور، شكر زمايله عن مجهوداتهم. يبقى هنا شكر زمايله ده مفعول مباشر وديلير زي فور مفعول تاني، وهتلاقي اللي هو غير مباشر مسبوق بده. اخر حاجه ايلونا ريميرسييه سي كوليك، هنا الان عايده على مفعول مسبوق بده ديلير زي فور ايلونا ريميرسييه سي كوليك. وبكده نكون تناولنا في الحلقه ديت الثلاث مفعولات الكومبليمون دوبجي ديريكت وكومبليمون دوبجي انديريكت وكومبليمون دوبجي سيكون. واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. شكرا لكم.